الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم طلبة جريد 4 في قناتكم ليتس ليرن. وإن شاء الله النهاردة مع ميعاد مع تكملة شيت اكسرسايز 3 بارت 2. إن شاء الله النهاردة هنكمل شرح ليسون، شرح الشيت بتاع أو حل اكسرسايز على ليسون 3. هنبدأ بنمبر 3. بيقول لي إيه؟ بيقول لي put right or false. أول واحدة بتقول the rain falls for 6 months in southern Africa savanna. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لي إن المطرة بتسقط خلال 6 months 6 شهور في السافانا فورست. إحنا قلنا إن السافانا عبارة عن hot أو dry، يعني فيها جفاف وفيها حر، وكمان قلنا ان هي green grass يعني فيها عشب. طب العشب ده جه منين؟ حتى لو احنا ما ذكرناش الجملة دي في شرح الليسون، بس بنستنتجها ان الجراس او الجرين جراس اللي نتج في السافانا فورست كان من وجود رين. في عنديهم 6 months rain and 6 months without rain. يبقى عندي الانسر دي از ايه؟ الانسر دي از رايت. نمبر 2 بتقول ان الاكاشيا تري، اكاشيا تري has tiny leaves growing at the top of its taproot. ومن الملاحظ ان الاسئله بتاعه المعاصر كلها بتعتمد على اول حاجه انك انت تكون حافظ كلمات الدرس كويس وفهمه اكتر، وكمان تاخد بالك وانت بتقرا. يلا كده، اكاشيا تري، الاكاشيا تري has tiny leaves، عندها اوراق صغيره. Growing at the top، بتنمو في القمة. Of its tap roots، القمة دي بتاعتها أو الحتة اللي فوق، الجزء اللي فوق موجود في التاب روت اللي هي في الجذور تحت. يبقى الإجابة الأنسر بتاعت هي إيه؟ False. The tap roots of acacia tree grows deeply، بتنمو بعمق. Downward searching for water، أكيد مدام هي موجودة في السافانا والجو هناك عندهم lack of water، عندهم نقص شديد في المية أثناء 6 months اللي مش بتعمل فيهم rain، يبقى أكيد هكون الروتس ديبلي عميقة، بتبحث searching، بتبحث عن إيه؟ الووتر. يبقى الأنسر بتاعتي right. إكاشيا leaves are protected from eating by animals. الإكاشيا، أوراق الإكاشيا are protected، بتحمى عن من الأكل عن طريق الأنيمالز، يعني بتحمى بواسطة إيه؟ عن طريق الأنيمالز، إن هي متتاكلش. As they have brightly colored leaves. لا طبعا، brightly هنا معناها لامع. طب ايه دخل ان الاوراق الليفز بتاعتها تكون لامعة بان الانيمالز ما تيجيش تاكلها؟ لا اكيد الانسر عندي رونج. بس هي ليه رونج؟ علشان هي مين اللي بيحميها؟ مين اللي بيعمل لها بروتكت؟ اكيد السبينز او الشوك بتاعها. نمبر 5 بتقول الاكاشيا تري هاز لونج روتس، عندها لونج روتس to hold it securely in the soil، علشان يخليها واقفة بأمان. وأكيد الإجابة دي إيه؟ right. الإكاشيا تري and كابوك تري used when to send messages، قلنا وشرحناها كتير، أكيد الأنسر right. نمبر 7 بتقول كابوك تري has hand shaped leaves، أكيد الأنسر بتاعتي right. Sunlight transfers، بتبعث الشمس، بترسل أو بتبعث الكابوك تريز fluffy yellow seeds. مين يعرف كلمة seeds معناها إيه؟ يلا قولي كده يا رؤى. أيوة يا مس، حضرتك شرحتيها في السيشن اللي فات. seeds معناها بذور، البذور دي اللي احنا بنعمل بيها grow أو بنزرعها planted في الجراوند في التربة علشان تطلع لي التريز الشجرة. طب seeds دي اللي موجودة في الكابوك تريز، السان لايت هي اللي بتنقلها لكل الرين فورست؟ لا مس، حضرتك قلتي ان الويند، الرياح هي اللي بتنقل السيدز دي لكل مين؟ لكل الفورست. نمبر 9 بتقول from the structural adaptation، خدوا بالكم structural adaptation يبقى لازم يتكلم عن part of body of acacia trees is that it has a large and wide roots called butters root، بتسمى butters root. مين فاكر؟ يا مس ثواني كده، هي صح، الاكاشيا عندها
large and wide root. لا ما عندهاش wide root أول حاجة. تاني حاجة ما اسمهاش butters، اسمها tap root بتاعت الأكاشيا. أما اللي اسمها butters roots دي بتاعت الكابوك، يبقى الأنسر بتاعتي هنا ايه؟ false. انتم مذاكرين، انتم excellent، انتم أكتر جروب او اكتر جريد كويسة جدا وبتذاكر حلو خالص جريد 4. You are excellent جريد 4. نمبر 10 بتقول مانجروف تري ادابت تو ريزيست. قلنا كلمة ريزيست يعني بتقاوم او بتقدر تتحمل the water waves الموجات بتاعت المية through من خلال اللونج اند سترونج ليفز. اكيد الاجابة عندي wrong يا مس. طب ليه هي wrong؟ علشان هي يا مس بتتحمل كده عن طريق السترونج رودز يا مس. برافو انت صح معايا يا عمر، ممتاز يا عمر. هي عندها سترونج رودز اللي هي بتتزرع بيها او بتعمل لها بلانتد. بلانتد ان ايه يا عمر؟ بلانتد ان ووتر يا مس، او الويت لاند يا مس. برافو عليك يا عمر. اما الليفز بتاعتها هتعمل ريزيست ازاي للووتر ويفز؟ ده الليفز بتاعتها فوق. اما مين اللي بيبقى مصاحب او ملامس تاتشنج للووتر؟ يا مس ده الروتس بتاعتها. نمبر 11 بتقول ووتر ليلي has wide leaves. اكيد ليه؟ علشان هو عايز يعمل absorb، عايز يعمل امتصاص large amount، الكمية كبيرة من اللي الصلايت. يبقى نمبر 11 مالها؟ نمبر 11 right. البين تريز live in desert habitat. طبعا الإجابة دي من غير ما أكمل الجملة أكيد رونج. ليه يا مس؟ عشان البين تري leaves sorry live in فين؟ live in snow. يبقى الأنسر بتاع 12 مالها؟ رونج. نمبر 13 thick roots are behavioral. لا لا ثواني كده يا مس. roots مع البيهيفيرال؟ لا يا مس ده كده يعني من غير ما اكمل الجمله خالص. روتس يبقى انا بتكلم عن مين؟ عن استراكشرال يا مس. يبقى الانسر بتاعتي رونج. يا الله ده انتوا ممتازين جريد 4. نمبر 14 بتقول animals can't eat بربريفيج. مين فاكر بربريفيج؟ يا مس ده التين الشوك اللي بيجرو فين؟ جرو ان ديزرت. برافو. الانيمالز كانت ايت بربريفيج ديو تو اتس شارب سبينز. اكيد يا مس صح، اكيد الاجابه بتاعتي هتبقى ترو. نمبر 15 بلانتس of dry desert habitat adapt to store water. اكيد البلانتس او النباتات اللي بتنمو في الديزرت لازم تعمل adapt انها تخزن store water. زي مين يا مس؟ زي الاكيشيا تري. طب يلا افتكروا معايا هي بتعمل ستور الووتر فين؟ اكيد في الترانك يا مس. طب والكامل؟ ايوه كده خليكم صحصحين. بيخزن ستور الفات فين؟ في الهامب يا مس. يو ار اكسلنت، انتم ممتازين جريد 4. نمبر 16 شارب سباينز our adaptation of different plants to prevent animals from eating them. يا الله ده حضرتك لسه قايلاها صح، ان الشارب سبينز هي اللي بتعمل. نمبر 2 نمبر 4 write the scientific term of each the following. يعني بيقول لي اديني كلمه واحده او قول لي المصطلح العلمي بتاعها للجملة الكبيرة قوي دي. ده سؤال سهل جدا يا مس. طب يلا بينا كده. نمبر 1 بتقول ايه؟ structural adaptation of acacia tree that allows it to search for water. ايه اللي بيخلي او structural؟ يبقى كده بيتكلم عن part of body of acacia. ايه اللي بيخلي الاكاشيا بتعمل allow بيسمح لها to search for water؟ اكيد اللي بيخلي الاكاشيا تعمل search للووتر اكيد الروتس بتاعتها. صح يا عمر، بس انت يا عمر اخد في الدرس في الليسون اسم دلع، اسم بندلع بيه الروتس دي بتاعت الاكاشيا. يا مس ثواني افتكرته، اسمها tap roots. برافو عليك يا عمر، انت ورؤى ومي وعبد الرحمن وكل جريد 4 انتوا كلكم ممتازين. اسمها ايه؟ تاب روتس. اسمها ايه؟ تاب روتس.
برافو عليكم. طب يلا نكمل. structural adaptation that guard، ثواني كده يا مس، guard حضرتك ما قلتهاش، guard معناها حارس. الادابتيشن اللي بيعمل guard اللي بيحرز the leaves of acacia tree to prevent، انها تمنع ان animals from eating them. لسه حضرتك قايلاها اسمها ايه؟ اسمها sharp spines. sharp spines يعني ايه؟ يعني شوك يكون ايه؟ حاد. sharp spines، قولوا معايا sharp spines، sharp spines، sharp spines، قولوا كده sharp spines، sharp spines، sharp spines، sharp spines يعني ايه؟ spines شوك، شوك حاد. number 3 structural adaptation that fix، التي تثبت، fix يعني تثبت، the kapok tree in soggy soil. soggy soil ايوه يا مس انت قلتيها المره اللي فاتت، ان تربه طينيه او كلها ميه. and support its trunk، مين اللي بيعمل، اللي بيثبت، fix الكابوك؟ يا مس دي الروتس اكيد صح، بس هي ليها اسم دلع، اسمها ايه؟ اسمها butters roots. اسمها ايه يا عمر؟ اسمها butters roots. برافو عليك يا عمر. دي تبع مين؟ دي تبع الكابوك. اما بتاعت الاكاشيا تبع مين؟ اسمها ايه؟ اسمها تاب. يو ار جود عمر، انت ممتاز يا عمر. يلا نكمل. يلا يا رؤى. A plant lives in salt water، عندنا نبات بيعيش في المية المالحة. water habitat and has long strong roots to resist the water waves. مين ده؟ اكيد يا مس اللي اسمه مانجروف. برافو. مانجروف، قولوا معايا مانجروف. مانجروف بلانت، مانجروف ايه؟ بلانت او مانجروف تري. اوكي مانجروف، دي ار او في اي. نمبر 6 A plant lives in wetland، wetland habitat and has wide leaf to absorb a large amount of sunlight. مين ده؟ ده اسمه حلو قوي يا مس، اسمه ايه؟ اسمه ووتر ليلي. اسمه ايه يا مس؟ اسمه ووتر ليلي او ليلي ووتر. ووتر ليلي، حلو جميل جدا ليلي ده. يبقى الووتر ليلي ده بيعمل ايه؟ بينمو فين او جرو فين؟ في الويتلاند، وكمان عنده وايد ليفز، اوراق متسعة او كبيرة علشان تاخد absorb of a of sunlight. طب يلا بينا ناخد نمبر 7. نمبر 7 بتقول structural adaptation in water lilies that absorb large amount of sunlight. مين اللي بيعمل للليلز absorb water للسلايت؟ احنا لسه قايلينها وايد ليفز. وايد ايه؟ وايد ليفز. يبقى ناخد الكلمه دي كده هتقبل انسر نمبر 7. نمبر 8 structural adaptation that prevent loss of water in pine tree. مين اللي بيمنع ان pine tree يبقى ما تعملش او ما تخسرش loses يعني تخسر او تفقد جزء من الووتر؟ اكيد يا مس حضرتك قلتي نيدل. نيدل ايه؟ نيدل ليفز، اوراق اسمها شبه الابره، فمسمينها على اسم الابره نيدل ليفز. اوكي جريت فور. يلا بينا نكمل الكومبليت. كومبليت ذا فولوينج سنتنسز. Acacia tree defined itself by producing a. أيوة مين فاكر هي بتعمل أو بتفرز أو بتطلع إيه؟ أنا أيوة قولي تفضلي يا رؤى. يا مس حضرتك قلتي إن هي producing poison. برافو يا رؤى، برافو عليكي، بتعمل poison. يعني إيه poison؟ يعني سم. برافو عليكي يا رؤى. يلا يا خديجة. That makes البويزون ده بيعمل لها ايه؟ That makes leave taste terrible، بيخلي الطعم مزعج. while بينما الكاميليون، فكري كده يا رؤية خديجة معايا، الكاميليون مالها؟ الكاميليون defending itself by puffing. puffing يعني puffing. puffing يعني بتنفخ. بتنفخ مين؟ its body، بتنفخ جسمها. برافو عليكي يا خديجة. with a بتنفخ جسمها بالايه؟ بالاير. number 2 بتقول the leaves of species tree
ان هوت ويذر. ايوه كده استجمع المعلومات اللي عندي مين اللي جرو ان هوت وهابيتات ستور ووتر، ومين هو اللي بيعيش في الهوت ووتر التري مين. ايوه يا مس حضرتك قلتي اسمها الاكاشيا، برافو عليكم اكاشيا اكاشيا. يلا نكمل. وايل بينما ذا نيدل ليفز اوف مين، ايوه اول ما اشوف كلمه نيدل دي يبقى انا اربط كلمه مين معايا، ايوه الباين تري، برافو عليكم باين تري باين تري اللي هي عندها مين النيدل ليفز. ولسه قلنا النيدل ليفز دي بتعمل لها ايه لوزز، بتمنحها prevent loses of water، بتمنحها انها تفقد ايه المية اللي فيها. نمبر 3 بتقول the leaves of species tree are look like your hand، افرد ايدك، مين اللي شبه your hand، اكيد هي الكابوك، برافو عليكو انتم ممتازين. كابوك الكابوك تري هي اللي شبه your hand. نمبر 4 بتقول the shape of the kapok leaves allows، بتسمح شكل الايد بتاع شكل ورقة الشجرة اللي هي على شبه ايدك بتاعة شجرة الكابوك، بتسمح لمين to flow انه يمر through them smoothly، انه يمر من خلالها smoothly يعني بلطف كده. اكيد يا مس بتسمح للوتر، لا طبعا يا مس، امال بتسمح لمين، بتسمح allows to wind، بتسمح للرياح wind، قولوا معايا wind wind للرياح او الهواء. طب 5 the kapok tree spreads the smell، بتفرد smell رائحة of its flowers to attract مين، علشان تجذب مين، يلا فكروا. يا مس عشان تجذب الباتس الخفاش، برافو عليكم الباتس الخفافيش او البات الخفاش. among ما بين the plants among the plants that can survive in habitat that have lackage of water or space. مين اللي هم بيكونوا عايزين مية او ما عندهمش عندهم نقص في الووتر، اكيد هي الاكاشيا. يلا قولوا معايا هما اللي بجرو ان هوت ووتر الاكاشيا. وكمان واحدة جميلة جدا عندنا في ايجيبت البالم النخلة. وكمان عندنا مين الباربري فيج، عندنا مين باربري فيج، باربري ايه باربري فيج، برافو عليكم. هما دول البلانتس اللي بينمو فين، اللي بينمو جرو ان ديزرت، جرو ان ايه ديزرت، برافو عليكم فيج. سامحوني النهارده الالم بتاع النوت عامل بالعاني. نمبر 7 بتقول leaves of water lilies are white in order to space on water surface. الأوراق بتاع شجر البلانت بتاع الليلي are white واسعة لكي ايه مالها ومال الووتر سيرفيس سطح المية، بتعمل ايه يا مس بتعمل، معلش لو حد فيكم كان لسه مش عارفها كلمة float، float يعني تطفو، float يعني ايه تطفو، قولوا معايا float float يعني ايه يعني تطفو، يعني كده بتعوم كده بتسبح من فوق ايه السيرفيس اوف ووتر. and to absorb a large of amount of ايه دي اخدناها amount of sunlight، بتاخد ضوء الشمس sunlight 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 يعني بتاخد ضوء الشمس. drought region المنطقة اللي فيها جفاف are characterized by، لكن بتتميز ان ما عندهاش مين، ايوه ما عندهاش ووتر، ما عندهاش مين، ما عندهاش ووتر. طب وكمان
Their plants, النباتات بتاعتها adapt by having very long أكيد عايزة تسحب أو تعمل absorb للووتر من السويل، فأكيد عايزة very long roots. very long very long roots عايزة جذور تكون طويلة، عايزة جذور تكون roots تكون long. The structural adaptation of a spice tree can resist water waves. مين اللي هيعمل مقاومة أو بيقدر يصد أو يستحمل الـ water waves؟ أكيد المانجروف. أكيد مين؟ المانجروف. مانجروف. While the structural of adaptation of a spice tree can resist strong winds. مين اللي بيقدر يستحمل الهواء الشديد؟ أيوة الطويلة دي بتاعتهم اسمها ايه؟ البالم، النخلة، البالم. The structural adaptation of leaves. Structural adaptation of leaves of no species plants allow it absorb a large amount of sunlight. مين اللي بيقدر يمتص كمية كبيرة من الصنلايت؟ أكيد الليلي اللي احنا لسه مبسوطين باسمها، الليلي أو الووتر ليلي. While the structural adaptation of leaves of mean the tree allow wind to move easily through the leaves without tearing them. لسه قايلينها وقايلين ان الليفز بتاعتها look like your hand. ايوه يا مس افتكرت الكابوك. Cross out the odd word يعني طلع لي الكلمة اللي بتكون different عنهم، مختلفة عنهم او مش تبعهم، not belong ما بتخصهمش. يلا نقول كده مع بعضين هاد words: tap root, tiny leaves, savanna, patter's fruit, producing a poison, a poison. يلا كده فكروا معانا مين كده الدخيلة عليهم اللي هي مش تبعهم؟ اكيد يا مس هي البتارس روت. طب ليه مش تبعهم؟ لان التاب روتس دي تبع الاكاشيا، التايني ليفز والسافانا والبروديوسنج ا بويزون تبع الاكاشيا. الرين فورست التاب روت، هاند شيب ليفز، سوجي سويل، بتارس روت. كده ثواني يا مس، ثواني اتفضلي يا سمسم قولي. اكيد يا مس التاب روتس هي اللي تبع الاكاشيا مش تبع الجماعه دول. الجماعه دول تبع مين؟ تبع الكابوك تري. نمبر 3 بتقول الكاكتوس بلانت، البار بريفج، البالم تري، والمانجروف تري. دي واضحه جدا، اتفضلي يا خديجه اتفضلي قولي. دي المانجروف تري ليه؟ علشان جرو ان ووتر، اما كلهم دول جرو فين؟ جرو في الديزرت. يلا يا رودينا، عندي الاكاشيا تري، البولر بير، والبنجوين، والباين تري. لا يا مس ثواني كده، الاكاشيا تري وبولر بير وبنجوين وباين تري، لا دول كده واضحين جدا انهم ليف ان سنو بيعيشوا في الثلج، اما الاكاشيا تري ليف ان ايه او جرو فين؟ جرو في الديزرت. يبقى الاكاشيا تري هي اللي ديفرنت او كروس اوت اود مختلفه عنهم. طب يلا نعمل كومبليت. نمبر 9 اول حاجه هيسالني عن الاكاشيا، تايب اوف روتس، نوع الروتس او اسم الدلع بتاعها. اسم الدلع بتاعها تاب روت. طب يلا بكده كده نكمل. الكابوك اسم الدلع بتاعه ايه؟ باترز. اسم الدلع بتاعه ايه؟ باترز. برافو عليكم، باترز روت وتاب روت. طب شيب اوف ليفز، الشكل بتاع الورقه بتاعتها الاكاشيا قلنا عباره عن تايني، تايني يعني صغير جدا. طب والكابوك لسه قايلينها shaped your hand، شبه ايدك، يبقى hand shape شبه ايه؟ شبه اليد، hand shaped. طب نمبر 2 بيتكلم عن الكابوك تري، الهابيتات مكان السكن بتاعها. اكيد الكابوك بتعيش في الرين فورست، بتعيش فين؟ في مكان كله مطر. طب الووتر ليلي قلنا في الويت لاند، في مكان فيه مية كتير، ويت لاند. الباين تري، الباين تري قلنا في السنو، في التلج. طب شيب اوف ليفز، شكل الشجر الورقة، لسه قايلين الكابوك شكل الهاند، شكل ايدك. الووتر ليلي قلنا
ان الووتر ليلي بتكون ايه؟ بتكون وايد وايد يعني متسعة او كبيرة. طب الباين تري حد فاكر شكلها كان ايه الباين تري؟ انا يا مس شكلها نيدل ليفز. برافو نيدل ليفز نيدل ليفز برافو عليكم. طب يلا نقرا دي. read the following paragraphs then correct the underline words. بيقول لي اقرا الباراجراف اللي عندك واعمل كوركت للكلمه اللي تحتها lines. water lilies water lilies live in a. ايوه بتعيش فين؟ في الوات لاند. برافو عليكم. يبقى هنكتب هنا What land بتعيش فين؟ في الوات لاند. habitat so they have wide wide leaves wide leaves. ليه wide leaves؟ عشان تعمل float float يعني تطفو wide leaves. وكمان علشان ايه؟ علشان absorb sunlight to absorb الووتر. لا to absorb sunlight او ضوء الشمس sunlight. طب number two بتقول a plants of desert habitat have thick and short roots. لا طبعا يا مس اكيد long roots long roots to resist the strong water. ده مس عايشة في الديزرت يبقى عندها strong water. لا يا مس ده اكيد عندها strong wind عندها رياح شديدة عندها ايه wind strong. and search of water such as زي مين اللي عايش في الديزرت؟ ايوه زي اي واحد البربري فيج الايكاشيا من تاني يلا فكروني البالم اي واحدة من دول ينفع ان انا ايه احطها هنا مكان الباين تري. طب مين فاكر ان الباين تري بتعيش فين؟ بتعيش في السنو. برافو عليكم. بالم سوري حطينا ايه زيادة بالم تري. نمبر ثري بتقول pine tree live in a. لسه قايلين بتعيش فين الباين تري؟ بتعيش في السنو. so they have long branches and long branches عايزه فروع طويله. لا يا مس عايزه short branches. عايزه ايه؟ short branches and needle leaves which prevent the plant from losing of a. يفقد sunlight. لا يفقد water. يفقد ايه؟ يفقد water. classifying the following living organism according to their habitat into organisms live in desert and organisms live in forest in the table below. بيقول لي ان انا مديك مجموعة من الانيمالز قول لي مين بيعيش live in desert وقول لي مين يعيش في الفورست. ودي سهلة جدا جدا. يلا بينا start. اجمل desert دي معروفة دي اكيد فين؟ في الديزرت. يبقى فين؟ في الديزرت. start اجمل lizard lizard. panther chameleon. لا الكاميليون بتاعتنا بتعيش فين؟ الكاميليون بتاعتنا بتعيش في الفورست يا مس ما بين الجرين بلانت. برافو عليكم. طب حبيبنا وصديقنا اللي اخذنا معاه فترة كبيرة الفينيك فوكس بيعيش فين؟ اكيد يا مس ده لونه يلو يا مس ده بيعيش في الديزرت. برافو. طب الكابوكتري الكابوكتري يا مس بتعيش في الرين فورست. بتعيش في فورست. بتعيش فين؟ في فورست. ونوع الفورست رين ونوع الفورست ايه؟ رين. طب البالمتري لا دي في الديزرت. طب الباربري فيج برضو يا مس الباربري فيج بتليف ان ايه؟ بتعيش في الديزرت. وبكده نكون خلصنا اكسرسايز اون ليسون 3 فاضل الجيف ريزون والوات هابن. ان شاء الله باذن الله هحاول اعملهم في فيديو لوحدهم. انتظروني قريب جدا في فيديو لليسون 3. اسيبكم في رعاية الله. جريت فور ومع السلامة.